الخصم بتاعك يجب أن تكون عادلا معه في نقطتين. الأولى ألا تنسب إليه من الأقوال إلا ما ثبت عنه. يعني خصمك ابن تيمية في الفتاوى 28 قال ولا يجوز الكذب حتى على الكافر. يعني الآن الكذب على أبو لهب، أبو لهب ده مش في جهنم؟ في جهنم، ده خالد فيها مخلد، ما بجوز لك تجي تقول أبو لهب قال كده، هو ما قاله، فهمت؟ كلام ما قاله. والكافر ذاته ما يجوز، وكذلك المبتدع. وذكر هذه المسألة أيضا الشيخ ربيع في الفتاوى المجلد الأول. يبقى يا أخوانا المسألة تركذب عليه في أقوال ما بجوز. اثنين، لا يجوز أن يحمل كلامه إلا ما دل عليه خطابه. شوف أنت أحيانا بتجيب لك قول له، القول ده ممكن يفهم منه وما صرح بمنكر في القول ده، أنت تقوم تجيب لك لازم ساي للقول وتقول الزول ده قال كده. لا، ما تلزم إنسان إلا بما التزمه وإلا بما دل عليه الخطاب. الكلام إذا بدل على الحكم ده معلش، زول تقول له لا كلامه ده سب للدين، سب للدين، أيوة خلاص سب للدين. إذا ما فيه سب والخطاب ما بدل على كده، ما تقول ده سب للدين وإلى آخره. فلا بد من العدل. شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية يقول والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل. لا بد، أنت لو ما بقيت عادل ما بتنصر بالمناسبة. لو في مناظرتك ذاتك أنت محتال وتقدر تشني على زول بس مسك له قال له كلمة كده، وهي الكلمة ما بتدل على المفهوم ده، طوال شلت الكلمة وقعدت تعيط وهذا يقول أنت ما بتنصر بالمناسبة بالصورة دي، لأنه ده خبص، ده خبص، فهمت؟ وده ما دفاع عن الإسلام. الدفاع عن الإسلام وتبني الدين لا يكون إلا بالحق، إلا بالحق وإلا بالعدل. ما عدلت مع خصمك وكنت منصفا ربنا ما بينصرك أبدا، ما حتنصر. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.